تاني جلسة كانت عندنا اليوم في إطار هذا الاجتماع ديال الاجتماع الدولي في مراكش. وطبعا كان واحد هذه محطة جد مهمة لأننا بدينا تنتكلموا على الحلول الناجعة فيما يخص الحياد الكربوني. وهذه كانت واحد المحطة جد مهمة للمغرب لأنه بينا الريادة ديال المغرب فيما يخص تمويل ديال الحياد الكربوني وبعض الحلول التقنية والغير التقنية اللي كتطرح اللي كنا تنعطيوها في هذا المجال. وطبعا هذه الجلسة كان فيها كيف ما شفتوا المدير العام ديال لا بنك مونديال ديال البنك الدولي والمديره العامه ديال صندوق النقد الدولي. فهذه كانت واحد الفرصه من قبل من كوب 28 في دبي وقبل من الاجتماعات اللي كتكون قبل من المشاورات اللي قبل من كوب. هذه كانت واحد المحطه باش نعطيو بعض الحلول اللي هي ناجعه تقنيه وطبعا سياسيه واقتصاديه باش نلقاو حلول لهذا المشكل ديال التحول المناخي.